يسعد صباحكم جميعا، وان شاء الله نهايه اسبوع سعيده على الجميع. بتكون هيك ويكند، بتخيل انها رح تكون ويكند كنكنه وكستنه ومأكولات شتوية وأجواء عائلية حلوة. بنتمنى أنه نسبة الخلافات الزوجية تكون قليلة، لأنه إحنا بنعرف كل ما العيلة احتكت ببعض، في بعض الأسر كل ما يحتكوا ببعض بحبوا بعض أكتر، بس في أسر كل ما يحتكوا ببعض أكتر للأسف بتزيد وتيرة الخلافات. فحبوا بعض هاي الويكند، حبوا بعض، حاولوا أنكم تحبوا بعض. بدنا نروق. بدنا نروق. أوكي، زمان قرأنا خبر عبر مواقع الإلكترونية بأنه رجل طلق زوجته بعد ساعة وربع وهم على الكوشة، صح؟ لأنه أهدته أغنية غير مناسبة. هلأ ضل هذا الخبر افتراضي، يعني ما حدا صدقه، ما حدا صدقه. يعني شوفوا، إحنا أو تم تناول هذا الخبر في المواقع الإلكترونية على أنه خبر كوميدي، صاروا الناس يحطوه كنوع من السخرية أو نوع من النكتة. هلأ هو مش قادر أحلل الموقف، أنا مستغربة منه. هلا يعني فيها قلة احترام الأغنية This is for sure. هلا هي أكيد ما كانت نيتها سيئة، اللي يعني هي قررت إنه أنت وياها ترتبطوا مع بعض، بس يعني كمان هو عنده وجهة نظر، ما بعرف شو رأيك. هلا شوفي، أنا بقول شغلي، أول إشي في الناس لما بتتجوز بتكون بتعرف بعض، يعني المفروض إنه أنتوا على القليلة تعرفتوا على بعض لو لمدة بسيطة جدا قبل الارتباط. فهلا إذا والله أنت شايف إنه هي بنت فرفوشة ودمها خفيف ومزيحة ومن النوع اللي ممكن تعمل فيك يعني هيك مقلب انه تهديك هاي الاغنيه عن حسن نيه، طبعا لانه هي اكيد عن حسن نيه، اكيد عن حسن نيه، يعني ما بتخيل بتوصل للطلاق. يعني قصدي الايجو كمان كتير عالي، يعني مرات احنا كبريائنا بخلينا نتصرف تصرفات بحسها مرات ممكن تكون غير مدروسة أو عشوائية. هلأ لو أنت شايف في نية غلط ولا الإساءة كانت مقصودة، أكيد ما رح تكون مرتك يوم يعني على الكوشة زي ما بيقولوا. فما بعرف، في شوفي مرات انا بحس في استخفاف بمبدا الزواج واستخفاف ايضا بكلمه الطلاق. طبعا هلا في استخفاف واضح، هذا اكيد مليون بالميه، مش بس من هذا الموقف، من مواقف طبعاً عديده. وكمان بدنا نوجه رساله، يعني شوفوا الاحترام كمان واجب ومطلوب، ونعرف امتى نمزح وكيف. هلا بفهم في اشخاص عفويين كثير، احنا منهم، صح. تدخل بالحيط في كثير من، لانه ما بتفكر بالكلمه او ما بتتخيل بانه يكون لها هذا الوقع او هذا الاثر على اللي امامك. فيعني نعرف امتى نمزح وكيف نمزح، هذا الشيء احنا عم نعلمه لحالنا. طبعا. يعني العفويه جميله، وبندخل على قلوب الناس اسرع، وناس بيدخلونا على بيوتهم ولنا الشرف، ولكن ايضا لها جانب اخر، مش دائما اللي امامك يستقبلها بطيب خاطر حتى لو عارف انه نيتك حسنه. فيعني هو على الطرفين، مزبوط. في يعني شوية. وأنا كنت عم بحكي لما حكيت على موضوع الاستخفاف تحديدا، أنا ما عم بحكي بس عن هذا النموذج، بشكل أنا عام بحكي زي ما بنسمع بشهر رمضان المبارك لما بيجوا بيقولوا لك واحد طلق مرته لأنه عملت له مقلوبة باذنجان وهو طالب مقلوبة مثلا فول، عملت له البيض بعيونه وهو بحبه مخفوء. يعني هاي القصص أنا بالنسبة إلي لا، أنت أصلا شخص غير مؤهل للارتباط وغير مؤهل للزواج لما بتطلق مرتك عشان اختلفتوا عن نوع المقلوبة. ففي مرات قصص بتم تداولها على أنها أخبار غريبة وساخرة، بس هي بتنم عن قلة وعي عند الكثيرين. يعني الأمور بتضل نسبية، أنتوا شوفوا شو، أنتوا شو بتقيموا بالضبط. طبعا كل واحد حر بقراره، كل واحد حر بقراره، إحنا قاعدين عم نفسر من وجهة نظرنا إحنا. يلا. طيب فإحنا كنا عم نحكي قبل الفاصل عن بعض القصص الغريبة اللي بتأدي للطلاق، بتكون أحيانا يعني قرارات فيها عصبية، فيها انفعال، فيها لحظة غضب. طيش. هلا لحظة طيش، أو الزواج لحظة طيش، فالطلاق لحظة غضب. بالعكس، الطلاق لحظة ذكاء. صحوة من الطيش اللي كنا فيه. لا بنمزح والله، احنا شوفوا هاي النكت على فكرة احنا عم نعززها. الزواج مؤسسة رائعة مقدسة، فيها احترام، فيها حب، فيها أمان، لازم نحترمها ولازم نقدر مفهوم الزواج. كنا عم نحكي قبل شوي الاستخفاف بكلمة طبعاً. الطلاق يعني سيئة جدا للأسف. وانت كتير حكيتي جملة مهمة، الأمان كتير مهم. الأمان يعني أنا بالنسبة لي بأهمية الحب والاحترام، طبعاً أهم، لأنه العلاقة اللي أنت مو شاعر فيها بأمان وحاسة أنه أنت دائماً مهددة، مهددة أنك تنتركي، مهددة أنك تنتقدي، أي نوع من أنواع الاختلال اللي بيصير بحالة الاستقرار اللي المفروض، مش دائماً بيقولوا لك لما بتتجوز بتستقر، إذا أنت تجوزت ومش شاعر بالاستقرار معناته في إشي غلط بالمعادلة. شوفي رهوفتي، وأنا عم بحضر لقيت تصريح كاتبه الفنان
على ما اعتقد الكويتي عبد الله عباس تزوج من ليلى عبد الله ايضا هم فنانين. هلا بس قرروا انهم يتطلقوا. الاخلاق تظهر في النهايات، بالضبط هيك كتب. بعد تفكير عميق واتفاق من قبل الطرفين، انا والعزيزه ليلى عبد الله قررنا الانفصال كزوجين دون مشاكل تذكر او حتى خلافات فالانفصال اتى من بعد عدم التوافق بيننا كزوجين، واتمنى عدم الدخول في مهاترات واطلاق اشاعات ليس لها من الصحه طريق، فانا لا اكن للفنانه ليلى عبد الله سوى كل الاحترام والتقدير والعشره حتى ولو كانت قصيره، واتمنى لها التوفيق في حياتها الفنيه والشخصيه. اخوكم عبد الله عباس. الاخلاق في النهايات. الدراسات دائما تؤكد بعلم الاجتماع وعلم النفس بأنه ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمعات العربية والشرقية أحد أهم أسبابها هو تغير دور المرأة في المجتمع. بمعنى الرجل من زمان دوره واضح، هو المعيل، هو صاحب القرار، المعيل هو اللي بيقرر، اللي بيصرف هو اللي بيقرر. المرأة تطمح إنها تكون أم وزوجة، دورها إنها تنظف البيت وتعتني بزوجها وأبنائها، وهذا دور مقدس ولا غبار عليه زي ما بيقولوا. اللي صار مؤخرا بأنه الست صارت تشتغل، الست صارت صاحبة قرار بمكان عملها، الست صار راتبها ممكن يكون أعلى من الرجل، وحتى وإن لم يكن الست صارت في بعض الأوقات مضطرة أنها تشارك اقتصادياً. فدور المرأة هو اللي غير المعادلة. فاليوم أنا بعتقد أنه الرجال والنساء بحاجة لا إرشادات نفسية ولا دورات عشان يقدروا يفهموا شكل المعادلة الجديد، لأنه ما في شرير وإنسان منيح أو ست شريرة ورجل شرير. المعادلة مش هيك، مرات بيكونوا التنين كتير مناح بس ما عرفوا يمشوا هاي الحياة مع بعض بسبب انقلاب الأدوار أو بسبب التغير اللي صار بالأدوار. فإذا إحنا رجعنا قعدنا وفهمنا وعدلنا المعادلة ما نضل، يعني انت اذا بدك تدخل على الزواج بالمعادله القديمه ما راح تزبط، بدك كمان تتاقلم مع الظروف الراهنه وما نستغلها للظروف الراهنه، يعني طبعا. ما نستغلها، لانه الزواج اذا دخل فيه عنصر الاستغلال صدقوني بصير مؤسسه فاشله جدا. وبدي اطلب طلب من كل الاشخاص اللي عم بسمعونا واللي بيشوفونا. شوفي رهف، في بعض الاشخاص بتطلقوا بعد محادثه كتابيه بصير في بينهم ملاسنه على الواتساب مثلا. المحادثات الكتابيه يا جماعه لا فيها نبرة صوت ولا فيها لمعة عين ولا فيها تعابير وجه، هي عبارة عن حروف صماء للأسف الشديد. بين مكتوب لم يقصد ومقصود لم يفهم، إحنا ندخل مرات بدوامة هي أقصى بكثير من الواقع. فبقول لك قالت لي كتبت لي، لا تدعوا الحروف الصماء تؤدي إلى سوء فهم ومن ثم خصام ومن ثم فراق. إذا بده يصير الفراق لا سمح الله يصير بمواجهة، يصير بكلام نحكي أمام بعضنا البعض مش بمسج على واتساب. صح 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 صح